جديد، رجعنا نتواصل معاكم مشاهدينا في كل مكان، وزي ما وعدناكم الناس اللي بتحب الفن التشكيلي، احنا اليوم معانا ضيفه مميزه جدا داخل الاستوديو، استاذه نازق صديق يحيى محمد. اهلا ومرحبا بك، احنا سعيدين جدا بتواجدك اليوم. اهلا وسهلا بكم، سعيده بان اكون معكم اليوم. نازق، احنا في دردشتنا كده عرفنا انك خريجه محاسبه. ايوه. الحاجه اللي جمعت بين المحاسبه والفن التشكيلي شنو؟ المحاسبة والفن التشكيلي هو في النهاية أول شيء الفن التشكيلي كان جواي، يعني رغبة، هي موهبة. من خشيت مفروض كان أخش ديزاين، لكن لسبب غيرت اتجاهي من ديزاين لمحاسبة. تخرجت من محاسبة ما في شغل زي ما معروف في البلد، فاتجهت إنه كانت نتيجة صدفة إني أشتغل الشغل الفني بتشجيع من الوالدة. فقامت في عايزة لي، كان طقم بتاع فوق، فقامت قلت لي ارسمي وانت بترسمي. رسمت وقمت قلت لها خلاص هك اشتغلي ولي. فقامت قلت لي انت رسمتي يعني حيخلبك تلوني. فدي كانت البداية. فدي كانت البداية يعني منها وانطلقت. ده شغل تحفيزي. طيب يعني اللي هي مفارش كانت صح؟ أيوة. ده كان أول عمل اداك دافع إنك أنت تستمري؟ ده كان أول دافع إنه خلاني أنا أستمر في مجال الفن، وبعد ذاك أبدأ أطور من نفسي يعني فيه. طيب السؤال بيطرح نفسي إنه مسألة عشقك للفن التشكيلي هي موهبة ولا رغبة؟ يعني أنت دعمتيها بالدراسة، أنت قلتي أول حاجة كنت تقدر تخش المجال ده تدرسي. كنت عايزة أخش ديزاين. أيوة. هي موهبة. بعد ذاك جيت مشيت في كيفية ان انا اقوم انميها بتشجيع من الوالدة. مشيت في الشغل ده، بديته كان هي عبارة عن مفرش. شوية تاني قمت مشيت للعمل العمالة الابرة اللي هي عمالة الكروشيه. شوية خليت الكروشيه، اتجهت لمجال التياب كده. فدي كانت كل مرحلة عندي بشتغل شغل في المجال الفني. ليه ركزتي على الأزياء بالتحديد؟ يعني لقيتي نفسك فيها؟ لقيت نفسي فيها الأزياء تحديدا. أنا اشتغلت على مجال أخذت الدمورية. عندنا المنتج، عندنا الخامات اللي بتجينا من برا، لكن الدمورية بتنفع معانا في المناخ بتاعنا. اشتغلت على الدمورية اللي هي الأزياء، اشتغلت على التياب الدمور، تياب الدمور برضو. حاليا دخلت شغل الخيش برضو في الشغل بتاعنا. دي كلها منتجات سودانية ممكن ألقاها بأسعار مناسبة. يعني حتى لقيت الشالات والعمام، بدل ما اشتري توتال سويسري أنا ممكن أشتغل دمور. اشتغل تمر عشان وعوده ذاته للقديم، لشغلنا القديم. يعني زمان ابهاتنا جدودنا بيشتغلوا، يعني تلقى شغالين الامه في القطبه اللي هي برضه شغل بتاع تشكيل، لكن بالخيوط ما بالالوان، لكن خيط القطبه. كمان راعيتي للظروف الاقتصاديه، يعني اخترتي نوع هو جيد وفي نفس الوقت سعره مناسب في نفس يعني بينفع معانا في الاجواء بتاعتها وملائم للجو وسعره مناسب. وكله ما انت استعملتيه وكله ما غسلتيه وكل ما كويتيه جماله بيظهر والوانه ثابته. طيب التشكيل والرسم على الاقمشه ما بتلاقي فيه صعوبه؟ ما بلاقي فيه صعوبه صراحه. طيب بس واحد احتمال يسأل، واحد يسأل انه انا لو اخذت اللبسه دي ومشيت غسلتها وكويتها، هل بتكون محافظه على نفس اللمعه دي والرونق ده؟ محافظه على نفس اللمعه بتاعتها. بالذات شغل الجليتر لا بيحتاج الصمغ اللي بيشتغلوا بيه، لازم يكون عينه نوعيه الكواليتي بتاعته تكون متين عشان ما يقوم يتحكم. طيب بالنسبه للخيش اللي هي دي شنطه؟ ايوه دي شنطه اخذت فيها جانب الاثار، وحتى في برض بعضه، في برضه من منتجاتي الاثار. عندنا الدور يعني ما في اعلام ليها او نحن مستهينين بها. فدي حبيت انه انا اوصل للناس انه احنا عندنا اثارنا وعندنا عاداتنا وعندنا تقاليدنا، الزول لكم لازم يقوم حافظ عليها ويحاول يعرف بها
الناس برا او العالم برا يعني. ملاحظ الحاجة دي في معظم الأشياء اللي احنا شاهدناها مرتبطة بالإرث السوداني والتاريخ السوداني البجراوية مروي، وشفنا مجموعة من الحاجات. احنا هنمشي نشوف إضافة للحاجات دي أشياء أخرى عبر الكنترول. شاهدنا رجعنا من جديد نتواصل معكم مشاهدينا في كل مكان. وشاهدنا في المحطة الخارجية نازق آخر الأشكال اللي ظهرت لنا، هي أشكال زي ما بسموها السودانيين خبايز. لو ما جبت لنا خبايز إحنا الحلقة دي ما هتنجح، دي أهم حاجة طبعا. إحنا كان أصلا عايزين نزلك بعد المحطة دي نشوف إنه المجالات الأخرى اللي اتطرقت لها واستخدمت فيها فنك وموهبتك كان منها تقريبا هي الخبايز. يعني الخبايز زي الخبايز دي برضه طبعا جيت لقيت ان انا عندي شغف في المطبخ، ف من ضمنها قمت لقيت الشغل بتاع المخبوزات، فخشيت في المجال ده ولقيت في طبعا منافسه المنافسات السوق واسع في السوق. ايوه فبقيت لازم ان انا اتميز عن السوق عشان ما اقدر اثبت نفسي في السوق بالذات بتاع المجال الخبايز. دخلت شغل الخبيز يكون فيه برتقال، ده طبعا ما في. دخلت فيه الزبادي بيقوم بسحب مكون عشان يقوم يديني يميزني عن باقي المنافسات. يعني ما اشتغلت على الشكل بس، الشكل والطعم الاثنين. الشكل والطعم كله عن الشكل الثاني، يعني ما كله لون واحد. بتدخل فيه عدة مكونات تانية. غير كده إنه إحنا عادي في السودان معروف بس عندنا الكيكة العادية وعندنا كيكة البرتقال، الكيكة بتاعت الشوكولاتة. لا عشان ما برضه أثبت نفسي دخلت الكيك بتاع القرع، الكيك بتاع كوسة، الكيك بتاع العجوة دي كلها، حتى البسبوسة بنكهة عندنا البسبوسة العادية. في بسبوسة بالنسكافيه، في بسبوسة بالشوكولاتة، في يعني في كذا حاجة أنت بتقوم بتدخلها عشان ما أنت تثبت رجلينك في السوق
وتصبح انه تقدر تنافس في السوق لانه كله زول. صحيح. طيب يا استاذة نازك، يعني انت برضك شغالة على الثياب؟ شغالة ايوه في مجال. كلمينا عن الثياب، عن الاقمشة اللي بتستخدميها، بتستخدم الدمور برضو والاكسسوري برضو؟ في الثياب برضو اخذت جانب الدمور. الدمور سعره مناسب، بدخل فيه الخرز، القصيص، ده كله شغل كان عندنا زمان في بنستعمله في الافراح عندنا، وجرتي كده يعني. فقمنا دخلناه في شنو، دخلته في التوب يعني زي ده، تدخل فيه الخرز بمختلف اشكال، انه تلقي توب فيه خرز احمر، فيه القصيص، ثاني توب ثاني فيه خرز بالوان ثانيه مختلفه بالفول، توب كله ده دمور. انا شغال على الدمور ده، ما ينفي انه يجيني زول مثلا عايز شغل في توتال ما اشتغله له، لا انا بشتغل في الدمور. انت جيتي عايزه شغل نفس الشغل اللي انا شغاله في الدمور عايزاه في توتال برضه، على حسب رغبه الزبون. انا طبعا عجبتني الفكره بتاعت انك زي ما اهتميتي بالزي النسائي كذلك برضو كان عندك اهتمام بالزي الرجالي في تصميم الجلاليب والشغل على العمم والشالات. نعم. ودي حاجات ثقافات من خلال الفن التشكيلي واضافه بصمه ليها قادره انه تنشر ثقافتنا السودانيه وزيانة السودانيه. من خلال الحاجه دي هل شاركت في معارض سواء كانت محليه او عالميه؟ شاركت في كثير من المعارض المحليه. نعم. في معرض كلنا انتاج، في معرض السودان يرتقي للعالميه، شاركت في معرض في شارع النيل، شاركت في معرض، عملت معرض خاص في الرياض، شاركت في معرض في نادي الأسرة، فعدد من المعارض. أخيرا كان في المعرض بتاع هنا في مركز شباب أم درمان في تبع منظمة السلام المتحدة، ده آخر معرض أنا شاركت فيه. شاركنا في المعرض بتاع كان اليوم العالمي لمحو الأمية في وزارة التربية والتعليم، ده آخر معرضين أنا شاركت فيهم مع ناس مركز شباب أم درمان. قبل كده كنت في عندنا جمعية أرتينا الثقافية، مقرنا في المتحف، فبرضو كنا بنعمل إيفنتات بنشارك. موفق إن شاء الله ونورتينا كثير. قدك ما شاء الله تتلفى بحرير. شكرا لك. شكرا لك. أستاذ نازك صديق محمد يحيى. الله يبارك فيك. فاصل المشاهدين، خليكم قراب.